السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة المهندس سأسا. النهاردة يا جماعة حلقة مهمة جدا، بنتكلم على منطقة في مصر مشهورة جدا اسمها المناصرة، ودي فيها شوية معروضات ممتازة جدا بأسعار حلوة جدا عشان الناس اللي مش عارفة. المكان ده اسمه المناصرة، موجود في القاهرة ناحية العتبة، والمعرض ده اسمه الملك، والأسعار بتاعته هنا أسعار كويسة جدا. بنبدأ من الأسعار مثلا 6000 جنيه لحد مثلا 16 و20 و30 ألف جنيه في كل الفئات أو كل المستويات. زي ما احنا شايفين كده الحاجات اللي احنا قدامنا دي، الصالونات دي القيمة بتاعته ممتازة جدا، حاجات زين. برضه انا حابب اقول لكم بقى ان احنا التصميم بتاعنا وانت بتشتري الانتري او الصالون تخلي بالك التصميم بتاعك ايه والوانك ايه، يعني كلاسيك ولا مودرن، الالوان اوف وايت او فواتح او ابيض، هنشوف تشكيلات كده، دي حاجات تخلي بالك منها وانت بتشتري. بصوا برضو بصوا القايمه حاجه كده يعني ممتازه جدا. انا شايف ان هنا الحاجات عايز اقول ان هنا في كل المستويات يا جماعه، في الحاجه العاليه قوي وفي الوسط وفي القليل، يعني انا مش بحدد مكان معين، لا احنا بنتكلم ان ده منطقه بحالها ممكن انت ب 6000 جنيه تجيب انتري او تجيب صالون وب 20000 جنيه. وهنا برضو المكان هيعمل خصم كويس للناس اللي هتيجي تشتري. احنا زي ما احنا شايفين كده الصالون او الانتري اهو، بصوا حاجه القيمة بتاعته بالكراسي. هنا الانتري ده اربع كراسي وشازلون، دي كنبة، ده تصميم تاني برضو اربع كراسي، في حاجات كنبة كنبتين واتنين فوتين، كنبتين وفوتين وشازلون، تمام. في حاجات كنبتين، وبرضو عايز اقول حاجة ان انت لو حابب التصميم وفي منه كنبتين انت عايز مثلا اربع كراسي، هو ممكن يعمل لك الكلام ده، ينفذ لك الكلام ده. لو اللون عايز تغيره مثلا بدل ما هو السيلفر اللي هو ده السيلفر ده عايزه مثلا الذهبي ده يعمله لك، عايز تغير القماشه، يعني الحاجات دي في امكانيه الناس دي مهره جدا ان هم يوصلوا للحاجه اللي انت عايزها برده بنفس التكلفه، مش تكلفه عاليه. برده زي ما احنا شايفين بصوا التصميم عامل ازاي، بصوا الحليه ده كنبه 2 وكنبه 3 و2 فوتيه، ده برده كنبه 2 وكنبه 3 و2 فوتيه، شازلونج تمام، ومعاهم شازلونج اطافي. بصوا الاسعار هنا ممتازه جدا والشغل ممتاز. عايز اقول لكم بقى ثلاث حاجات تخلي بالك وانت بتشتري الانتري او الصالون بتاعك. اول حاجه التصميم بتاعك ايه في الشقه، يعني انت شغال كلاسيك ولا شغال مودرن. تاني حاجه الالوان عندك ايه، الالوان فواتح يبقى تشتغل صالون او انتري حاجات غوامق شويه، دايما يبقى في علاقه لونيه بين الفراغ وبين الكتل، وعلاقه او تنسيق في حجم الكتله والمقاس بتاع الفراغ بتاعك، يعني ما جيش في مثلا غرفه 2 في 3 في 3 او 4 في 4 صغيره وتجيب حاجه ضخمه، لا المفروض انت يبقى في تنسيق بين حجم الكتل او الكراسي بالفراغ بتاعك، يبقى هتنسق الفراغ، هتنسق الالوان، هتنسق الموديل بتاعك او التصميم كلاسيك ولا مودرن. دي ثلاث حاجات هتخلي بالك منها وانت بتختار الانتري. هتيجي بقى المقاسات، لمقاسات الانتريهات او الفوتيهات. الانتري الكنبه الثلاثه بيبقى الفاضي بتاعها من جوه جوه 180 سنتي، انت محتاج كل شخص محتاج 60 سنتي يقعد عليهم، زي ما احنا شايفين كده دي كنبه ثلاثه مثلا، ادي 60 60 60، يبقى من هنا لهنا هتلاقي 180 سنتي، ثلاث اشخاص يقعدوا عليها اهو، ادي كده شخص قاعد، اثنين ثلاثة. الكنبة الاثنين بتبقى 60 و60 120، يبقى الفاضي بتاعها 120. الفوتيه مقاسه 60 في 60، المقعدة بتاعته 60 في 60، ده الفوتيه. يبقى انا عندي دي المقاسات المسطحات بتاعتي. طب هنرجع تاني بقى لارتفاع المخدع بتاعنا، ايه ده اسمه مخدع، ده اسمه مخدع، المخدع ده اخره 60 سنتي، ساعات بيوصل ل 90 بس هو 60 سنتي. الظهر بتاعنا ده اسمه الظهر اللي هو ده 90 سنتي، المقعده بتبقى 60 سنتي 40 سنتي، المقعده اللي هي دي لما اقعد عليها كده 40 سنتي، يبقى 40 60 90، دي المقاسات. طبعا انواع القماش بقى والتنجيد كتير جدا، في عندنا التنجيد سفنج، في تنجيد الكابوتينيل بقى، الحاجات اللي هي زي الظهر دي كده، هنوريكم برضو اشكال تانية صالونات زي كده. بصوا الصالون، بصوا القيمة، انا عايزك تزوم كده يعني وريه القيمة دي. بصوا طبعا الاسعار هنا انت عشان تجيب قطع زي دي من مكان تاني هتلاقيها غال اغلى من كده بكتير، هو هنا عشان هنا يعتبر بيع الى حد ما جملة او بيعمل لك خصم كبير، عشان هنا المصانع او الورش بتاعتهم بيبقى الموضوع سهل شوية،
غير لما تجيب القطعه دي مثلا من مدينه نصر او من اي مكان معرض تاني، فهتلاقي سعره غالي او اغلى من كده بكتير. دي كنبه 3 اهي، دي ممكن يعمل لك معاها كرسيين وممكن يعمل لك معاها كنبه 2، يعني سواء كده او كده ده متاح. وممكن يعمل لك اللون ده ذهبي وممكن يعمل لك لون تاني زي ما احنا شايفين كده. دي تصميمات على فكره، بصوا الكنبه حاجه زي كده. برضو انا هوريكم اللي هو الصالون او الانتريه اللي هو ب 6000 جنيه اللي هو الرخيص قوي ده، حابب اوريه لكم. بس انا بوريكم التصميمات عامه، في كذا شكل اهو زي ما احنا شايفين كده. عندنا الكنبه دي، بصوا الكنبه برضو، الكنبه زي ما قلنا بقى، الكنبه هتلاقي طولها كده من جوه جوه 180. انت اعمل حسابك في 2 متر عشان عرض المخدع ده، ده اسمه مخدع العرض ده. فانت بتفرش تخلي بالك من المساحات عشان ما تتفاجئش، تجيب الحاجه ضخمه والمساحه عندك تبقى صغيره. برضو هنتكلم مع صاحب المكان هنا، هيقول لنا شويه معلومات كده. تعالى تعالى معانا، تعالى. حاجه جامده ايه، بصوا المنظر يعني. انا بصوا القيمه، بصوا هو الراجل هنا، انا مش عارف بقى هيرضى يقول لي سعره ولا ايه، بس انا هساله وهو لو جاوب بقى خلاص. يعني بكام عامل كام؟ عامل 15 ونص. طب يعني حد يتصور ده 15 ده قبل الخصم ولا بعد الخصم؟ قبل الخصم يعني لسه في خصم كمان لينا. لو انت هتيجي تاخده تقول له بس طرف من الصيف اضافيه، نظام بانكيت زياده او 2 باف زياده مع الشغل دلوقتي. ده زين طبعا، ده زين كل روماني صح كده؟ طب ما اتكلمنا عنه شويه كده. ده خشب كل ده زين روماني. القيمه دي مش تركيب، قيمه هاند ميد كلها. دي هاند ميد؟ كل ده هاند ميد. معقوله؟ مش مكن. ازاي هاند ميد وب 15؟ عشان تصنيعنا احنا. يعني ده مصري. والسفنج كثافه عاليه. السفنج ده كثافه 30. هي دي ده الكنبه بتاعته. بصوا يا جماعه، طيب انا عايز اوريهم كده. عندك السفنج ده ضغط كثافه 30، وماشي ده كله مستورد هايبر. برضو يا جماعه انا حابب اقول لكم حاجه، انا ما بعملش دعايه لحد معين، انا بوريكم المكان والحاجه وانتوا بعينكم بقى احكموا. انما انا الموضوع كله بوريكم المنطقه وبعرفكم المعرض وبعرفكم على الحاج، هو يقدر يعمل لكم ال الخصم الكويس. وانا شايف ان الانتري ده يعني ب 15000. بصوا الشكل عامل ازاي والقيمه. اللي قول لي القماشه اسمها ايه؟ القماش ده بوكيه مستورد، والساده ده برضو هايبر مستورد. السفنج كثافه 30. لو حبينا نغير اللون عادي؟ متاح تغيير الوان، متاح تغيير القماش، دهانات، كل ده متاح. يعني متاح نغير اللون او القماش او الدهانات. اللي هو برضو يبان احنا معانا كل الاسعار. هتيجي هنا هتلاقي متاح معاك كل الليفلات، اي مستوى عايز ابو 6 هتلاقيه، عايز ابو 15 هتلاقيه، ابو 20 هتلاقي، في ابو 30 هتلاقي. وبرده الكواليتي او التصميم اللي انت عايزه، عايز تغير الانتري القماشه بتاعتك هتغيرها، عايز يعمل لك الدهان ده لون تاني هيعمله. مع بعض كده هوريكم.